FM. الكلمة ليك. تلتحق بنا مدام ثريا ستة، مرحبا بك. صباح الخير، شهركم مبروك ونهار سعيد للناس الكل، وهلو سبتمبر ان شاء الله زيد شهر مبروك علينا وعلى تونس ان شاء الله. منوره اليوم مدام ثريا، تشوفوا تصورها من بعد فيسبوك محلاها اليوم. نحاول فما عليش منوره اليوم عليش قولي صح والله فيو توت لا سيمين كيفاش تعديت، معناها انتكاسات كبيره من بديناها بالافير نتاع الاغتصاب نتاع القبلات الشنيعة، ومن بعد مشينا لوفاة الفتاة التونسية، وفاة الصحافي الاستقصائي، وفاة زاد الفتاة التونسية اللي في عمان. اي وفاة التونسية اللي في عمان، ووفاة الفنان حسن الدهماني، والفاجعة نتاع البارح، زوز فاجعات البارح، موت الجندي في القصرين وموت واغتصاب أراضيع ذات ثلاث سنوات. معناها كمان آخر شهر خايب 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 على الأخر ذو اللي تعمت على البلاد ولي كريز إيكونوميك. ديكو أنا قلت يزم شمدي مش شهر جديد ونبا، معناها معناش لو شوا دون سو بيي، كان إن نحاولوا أي حاجة نشبثوا فيها باش نجبدوا الأمل. دونك قلت منش باش نعيش على وقع الحكاية الخايبة برشا متاع الجمعة، واللي معناتها متخلينا اون كيلكو سورت نفقدوا امل بالامان وبالمستقبل. قلت فرصه سبتمبر هذا بور شانجي ان بو هيك على جيت اون كولور، وعلى خاطر سبتمبر انا شهر نحبه برشا، خاطر شهر عيد ميلادي وخاطر شهر فيه ان ايفينمون غرانديوز للتوينس الكل اللي هو لا رونتري سكولير اللي باش نعيشوا على وقعها. شهر كامل يمكن اكثر، وديجا بدات من الجمعه الاخرى تعمل في ليبولوسيون وناس كل تحكي والتقييد والحكايات هذوكم الكل. دونك اوني اوبليجي باش نعطيو لاسبواغ لتلامذتنا وللطلبه نتاعنا ولاولادنا في هالشهر هذايا، اون دو با سوكومبي للحاجات الخايبه، ما ننساوهمش، عينينا عليهم، لكن نغزروا القدام وان شاء الله شهر يتعدى به على ولاد تونس الكل ان شاء الله. دونك موضوعنا اليوم مدام ثريا ستهم هي العوده المدرسيه، باش نشوفوا الحملات اللي صارت باش يلموا فلوس لمساعده الجماعه اللي باش يدخلوا يقراوا ما عندهمش الامكانيات اللازمه للعوده هذه، باش نشوفوا زاده الجمعيات باش يكونوا حاضرين بحذنا هنا، باش يكون معنا زاده سي عبر الهاتف سي هيثم مدير قسم الاطفال في المستشفى. برشا حاجات باش يكونوا معنا اليوم، خليلك انت اكثر باش تعرفنا بالحاجات العبيد اللي باش يكونوا حاضرين. هو احنا الريبريك نتاعنا تركن فيسبوك. دونك فما ان تيكست كي تورن دوبوي دو سيمين سور فيسبوك، ما نعرفش شكون كتبو معناتها حقيقة، لكن بوكو دوموند برشا مربين وبرشا مثقفين يلون بارتاجي اون سوتيان ليكول بوبليك اللي هي حالتها مش باهية برشا. دونك اون ا با لو شوا، on doit معناتها soutenir المدرسة العمومية بلي مويان دو بور. والحمد لله من الثورة من 2011 فما باشا جمعيات، حاجة حلوة وحاجة باهية. فما جمعيات تعمل من أجل المدرسة العمومية فقط، وفما جمعيات وقت اللي تجي الغونتخي سكولير ولا وقت اللي تحتاجهم المدرسة العمومية يعاونوها. وكم أنا جو سوي أمبليكي في برشا حكايات هكا مع برشا جمعيات هكا، دونك قلت علاش لا اليوم avant 15 jours من الرونتري سكولير نعملوا سنسيبيليزاسيون للناس ونوريو الجمعيات اللي قاعده تخدم معناها في الخفاء وقاعده تلم في ليدون، قاعده تصلح في المدارس وقاعده تسعى انه الرونتري سكولير تكون باهيه وفي اطر منظمه ومقبوله لوليداتنا، كوسوسوا بالفورنيتور سكولير اللي يعطيوهم للناس اللي معناتها ناقصين ومحتاجين، والا بالاصلاحات ولا بالاعانات اللي تتم للمدارس. دون سو سونس التكست هذا نحيي اللي كتبوا الاولاني هاكا صدقه جاريه قاعد يمشي له في الفيسبوك، ونحيي الناس كي لون بارتاجي معناتها جونكوراج زاد الناس انهم يبارتاجيوه انكور اي انكور لي دو سومين هذوما. باهي نقراو التكست. مش حاضر مدام ثريا دونك التكنولوجيا الحديثه عندها كي نقراو ليزافونتاج وليزانكونفينيون، لازم نخليوه دوري كان نعملو امبخيمي كرون خير باش هكاك ما يضيعش يقعد ديما عندنا التكست مدام ثريا. هو عندنا التكست ديما الناس تطلب فيك
أنا ثريا ستهم ناشطة بالمجتمع المدني ومدرسة بالتعليم الابتدائي. أنا نتاج التعليم العمومي التونسي بما أحمله من فكر وطموح وشغف بهذا الوطن العزيز الذي أغدق على تعليمي وأبناء جيلي ومن يليهم ومن بعدهم. لذا نحن مدينون له ما حيينا. وجه ندائي إلى الميسورين والمسؤولين بهذا الوطن العزيز لدعم المدرسة العمومية والجامعة العمومية التي يدرس فيها أبناء المعلم الذي علمكم وأبناء الشرطي الذي يوفر أمنكم وأبناء الجندي الذي يحمي ثغوركم وأبناء الفلاح الذي يوفر قوت يومكم وأبناء العامل الذي يشتغل معكم في معاملكم في معاملكم ومناجمكم وضيعاتكم وأبناء الفقراء الذين جازفوا بأرواحهم وعائلاتهم وأعمالهم وممتلكاتهم ليسترجعوا ما سلب من هذه الأرض الطيبة. هؤلاء وغيرهم هم الوطن وهم الشعب وهم المستقبل وهم من يجب العودة إليهم قبل فوات الأوان. من بنى مدرسة أو اعتنى بها أقفل سجنا. دعوة للمشاركة. إذا كنت تشاطرني رأي انسق هذا المنشور على صفحتك مع التعريف باسمك في بدايته. دونك كل واحد يبارتاجي هذايا يحط اسمه. دونك انا كيف الناس الكل حاطت اسمي كل واحد ينجم يحطه ويحط اسمه ويدعو نفسه أول حاجة انه يساهم في تعمير المدارس مهما كانت الطريقة وانه يدعو الناس لذلك. هذا الناس قريناه وسمعوه الناس باش نرجعوا نحلوه بعد شويه. خليكم غنشي على كبف. كنا قرينا تيكس قراتونا مدام ثريا ستهم يحكي على العوده المدرسيه باش نحلوه تويكا مدام ثريا مع بعضنا. دونك تيكس هذا ما نعرفوش شكون كتبه. لوجنا برشا برشا لوجت انت اكثر ممكن شكون كتب التيكس لكن ما عرفناش شكون اللي كتبه. سينو شنو حسيت كي قريت التيكس هذا مدام ثريا؟ والله حسيت اللي المدرسة العمومية هي مسؤوليتنا الكل. برشا ناس يقولوا اللي هي مسؤولية وزارة التربية ومسؤولية الدولة. أو كونتخيخ الكلنا مسؤولين عليها والكلنا يلزمنا نقوموا بها ونتلهيوا بها على خاطر وكان ما نتلهيوش بالمدرسة العمومية راهي البلاد الكل باش تضيع. إذا عنا أمل في البلاد هذية راهو فك الوليدات اللي ماشيين للمدارس. دونك ما عنا حتى عذر ان ما نهتموش بهم انهم ما حضروا لهمش عوده مدرسيه معناتها دون دو بون كونديسيون واحنا النجم واحنا قادرين على ذلك. وفي الاكسبلوزيون دي اسوسياسيون اللي موجودين في تونس اوتون يخدموا حاجه مهمه جدا اللي هي المدرسه. والاصلاح يبدا من غادي. الاصلاح خلينا نبداوها احنا اون بورس وزاره التربيه والإطاعة انها تقوم بالاصلاح هذاك ولو هي ماذا بينا تقوم فيه في المستوى البيداغوجي. وهنا الناس الكل اون مي لا مان دون لا بات باش نصلحوا المدارس. هو مدام ثريا كان معنا مندوب جهوي للتعليم سي نجيب خريص تحيه ليه قال انه دعمت وزاره التربيه دعمت الميزانيه نتاع العوده المدرسيه هوني في نابل. اي موجود في الولايات الكل واحنا معناها ننتظر ومعناتها وهي معناتها ما نجموش نشكروها هذاك دورها وزارة التربية لكن مهما تقوم بمجهودات احنا معناتها توتولون دو لاني نشوفوا في مدارس في حالات كارثية. معناها مهما تكون مجهودات وزارة التربية راهي مش باش تخلط باش تعاون المدارس. وزارة التربية فما ان فولي تري امبورطون راهي ما تعاونش التلامذة اللي ما عندهمش كتب باش يقراو. اكيد بالعكس هي تصلح المدارس فوالا معناها بالمويان دو باغ اللي عندها بالميزانية عائلات. اللي عندها لكن ليزيكولي اللي يقعدوا معناتها ناقصين كتب ناقصين حاجات معناتها باش يتجهوا لك المدرسة هذيك باش يقراوا في دي كونديسيون كيفهم معناتها احتراما اللي مبدأ التكافؤ بين الفرص بين الناس الكل. دونك هاو لي اسوسياسيون الحمد لله التونسي موجود والجمعيات موجوده هكا ولا ما بين الجمعيات. ناخذ معنا جمعيه ينابيع الخير دار شعبان فهري معنا رئيسة الجمعيه مدام نجوى خلف الله. مرحبا بك. مرحبا بك لاله. يعيشك مدام نجوى. دونك حبيت نعرف شنو هي الحفله اللي باش تقوموا بها باش تعاونوا العائلات اللي ما تنجمش تدخل ترجع اولادها يقراوا وما عندهاش الامكانيات اللازمه للعوده المدرسيه. نحب نقدم لك انا ساك الجمعيه هي جمعيه خيريه تنمويه في الاساس والحملات اللي نعملوهم الحمله هي كل عام نعملوها من 2011 هي حمله العوده المدرسيه وفيها نكهه خاصه خاطر واحد قرا في المكتب ولاده يقراوا نحسوا باش معناها تلميذ مش يدخل المكتب ما عندوش كراسه ولا كتاب هذيك فريمون معناها اكثر حاجه تنجم توجع الوالدين. وذلك علاش أثناء عندها نكهة خاصة للعودة المدرسية على خطر لجنة الشباب المثابر اللي هي في صلب الجمعية مجموعة من الشباب بين 18-19 سنة طلبة ويعملوا في ديسيكل انجينيور ومستر ما شاء الله عليهم قروا قالوا لنا احنا أثناء مش نعاونوكم
في تمويل العودة المدرسية، وجابوا لنا مرتضى وتفاهموا معاه، والحفلة موجودة اليوم العشرة متاع الليل، والمداخيل متاعها الكل للعودة المدرسية. واضح. دونك مرتضى الليله في مسرح الهواء الترقمي، خلينا نذكروا العباد اللي يسمعوا فينا بارتيغ من العشرة نتاع الليل بعرض جديد نتاعو ديكالي، اللي كان كنا خذيناه معنا عبر الهاتف هوني في كاب اف ام، وكانوا حاضرين بحذايا اعضاء من الجمعيه هذه، وخذينا مرتضى زادا معنا. العباد اللي تسمع فينا وتحب تسمع شنيا ليفينمون بالضبط، يرجعوا الفيديو الموجود على السيت نتاعنا ولا على باج فيسبوك راديو كاب اف ام. تفضل مدام نجوى. والله أنا نحب ندعو الناس الكل على خاطر كيف مش يجيوا للحفلة، منهم مش يتفرهدوا، ومنهم ثلاثة تيكيات بركة تصور يجيوا ثلاثة يعبيونا كرتاب، معناها خاطر احنا توليك عنا 450 تلميذ، كل واحد عنده بام باربعين دينار يمشي يقضي به الكتب من المكتبة، ومن طن طلبة مئة دينار تصور انت اكثر من 25 مليون، معناها في العودة هذية يزمنا الناس كل نتكاتف مع بعضنا، أولاد بلاد والناس كل، احنا نعرف التونسي التونسي رحمة، ومعناها وذية شفناها بصراحة احنا عنا في الجمعية، يجيبونا العباد إعانات مادية وعينية، الناس تجيبنا في الكتبة متاحة متاع أولادها، والله مصيف فما شكون يجيب الكرتابة معبية بالدبش، فما شكون ما نحسكش الجو مدام نجوى جو هاي الياتر مدام سوريا ستهم صباح خير مدام نجوى شحويلك بس عليك عايزة. انا حب نشكرك ساعة اول حاجة اللي ربحت فيها ربحت فيها ثواب، خطر انا ما نعرفوش مرتضى، اما كي هبطت ليفينمون تاعكم تيان قلت شكون هذا مرتضى، مطلع كان طلعه من الطلعات الجدد انا غالب انا من الجيل القديم دونك عملت غوشيرش على يوتيوب وتعرفت على مرتضى، دونك هذا الثواب الاولاني انت ربحته وانت والاعضاء الجمعيه والشباب يعطيكم الصحه. مي معناتها سوكي امبورطون، معناتها جمعيه نبي عن خير من 2011 كما قلت انت تسعى معناتها في المناسبات الكل انها تعاون معناتها المواطن في بلده دار شعبان والاحواز نتاعها، انه معناتها يواجه صعوبات المناسبات كسوسوا الاعياد والا العوده المدرسيه. مي نحب نسالك معناتها فيو لي فما بوكو داسوسياسيون اللي هما لاهين بالموضوع هذا، طون ميو احنا في الكابون في نابل ودار شعبان والمناطق الاخرى، معناتها فما برشا جمعيات ملتفه حول العوده المدرسيه، انتم شنو من المدارس ولا كيفاش اخترتوا الصغيرات اللي باش تعطيوهم التبرعات نتاعكم، معناتها شنو هي الطريقه وشنو من المدارس باش معناتها حتى جمعيات الاخرين يكونوا على علم مش نفس الاعانات تمشي نفس الناس. احنا بالنسبه للاعانات تقع على طريق العائلات مش المدارس. عندنا مجموعه من العائلات ماخذينهم من بدينا من 2011 تقع تحيين بلوتو العائلات هذوما، نشوفوا شكون اللي مازال زوجين اللي هما في بلده دار شعبان، هذوما الكل بلده دار شعبان والاحواز نتاعها والارياف والارياف وكل عائله ناخذوها نعملوا لها بحث اجتماعي ونمشيو سور بلاس ونشوف. انت عندكم بس دو دوني انتم خادمينها؟ عندنا بس دو دوني، عندنا موجودين سو اورديناتور لي دوسي كل معمول، معناها انا تويكا كيف تخن ديجا معناها العوده المدرسيه نعرفوا اولادنا شكون مستحق، معناها فما تنسيق فما تنسيق مع الجمعيات والمجتمع المدني في دار شعبان مع الجمعيات الاخرين بيان سور، احنا على طريق المعتمديه والبلديه والجمعيات الكل نعملوا باز دو دوني ودو فاسون اللي مثلا ما يجيش واحد ياخذ من الجمعيات الكل. خاطر في بالي انتم سي احمد متابعه معناتها عملتوها يظهر لي الانيشيتيف هذايا انكم تلميتوا وعملتوا الباز دو دوني وعرفتوا باش الجمعيات تكون معناها في التبرعات نتاعها منظمين ومعناتها وكل مستحق يمشي له معناتها الحاجه اللي يحتاجها. تيك صحة مدام نجوى، تو ميز انكوراجمون للجمعية الكل وسورتو لا جونيس اللي تخدم معك. مدام نجوى خلف الله، دونك حبيت نسألك قبل ما نختموا الحوار نتاعنا، جمعية ينابيع الخير توا عاملة الحملة هذه اللي تلم في الفلوس والحاجات واللي فورنيتور سكولير للتلامذة اللي باش يرجعوا يقراوا، شنو الحاجات اللي تخمم فيهم في المستقبل ولي زيفينمون اللي جايين في المستقبل فيما يخص العودة المدرسية وإلا فيما يخص الدراسة بذاتها؟ بالنسبة لنا احنا كل ايفينمون يجي العودة المدرسية نعملوا له كلوتور نتاعو ونبداو في الخدمة من الجديد، عندنا بلانينغ على عام كامل. مثلا تويك العودة المدرسية توفى ندخلوا للشتاء تولي حمل الدفين، نهبطوا للريف للمدارس الريفية ونعملوا لهم قوافل منها صحية منها اسعافية، نعملوا لهم انيماسيون للصغار،
بخاف كل شهر هين هكيكا نهبطوا ونهزوا لهم الاغطيه الصوفيه والحوايج اللي دخلوا المناعه الارياف الكل بخاف احنا درناهم الكل في دار شعبان وصلنا حتى ارياف مشينا لهم مرتين وثلاث هذه حمله الدفينه دي بالنسبه للشتاء وبالطبيعه احنا كيف نمشيو ديجا المدارس نهزوا لهم بواط دورجونس نهزوا لهم التلامذة دي كادر نتاع عمريتات اللي ناقص نظر نجموا حتى نخلصوا له حق الكونسلتاسيون والا نبعثوه الطب متعاقدين معانا يعملوا له كونسلتاسيون بلاش ديجا احنا التلامذة برشا التلامذة في دار شعبان وصلوا جاونا وشرينا لهم لي لونات دو حاجه اخرى زادة صيانه المدارس شاركنا في زوز ولا ثلاثة مدارس تويكا في دار شعبان الصيانة نتاعهم ديجا فيهم الصحة تونا فيهم شهيد وإذا كان فما حتى صيانات أخرى احنا مدين يدينا حاجة أخرى عندنا تو جي ثلاثة ولا أربع سنين تالي رجال أعمال في دار شعبان الفهري يعطيهم الصحة ما يحبوش يقولوا شكون هما وتعاون معناها على طريق الجمعية وصلنا شرينا أكثر من 50 طاولة وكراسي للمدارس وقعنا وجددنا برشا قاعات على طريق الرجال الأعمال هذوما خدمة كبيرة نخدموا فيها نعرف الخفاء ماهيش قاعدة تظهر ياسر في الإعلام أما احنا والله العظيم اللي حاجتنا به بلادنا تبدأ باهية ومزيانة وإن بالحق بالحق المجتمع المدني ولا ديجا انا اللي حبيت نرسخه في الشباب هذايا انهم يدخلوا شويه في العمل معناها سوق بلاس يهبط ويدور ويدق على البيبان ويشوف هو بعينيه تونس كيفاش باش ما يمشيش ويخليها يلزم يخدمها اكيد انت شاب اخدمك بصراحه انا المساج اللي نحب نعطيه شكرا لك مدام نجوى خلف الله رئيس جمعيه تينيبيا الخير شكرا لك على المداخلة نتاعك من مدام نجوى باش نمشيو لسي هيثم بشروش، سي هيثم بشروش هو رئيس قسم الأطفال مستشفى محمد التليتلي ورئيس فوج الكشافة زادة دار شعبان الفهري هكا ولا مدام فرح. صديقنا العزيز. أي مرحبا بك سي هيثم. صباح النور مرحبا بكم. مرحبا بك. دار شعبان الفهري الكشافة التونسية هيثم بشروش. مرحبا بك سي هيثم نورتنا على كاب اف ام انت ديما في مداخلاتك مع الصغيرات ومع العوده المدرسيه تويكا كيفاش نيا لاكسيون اللي باش تقوم بها مع جمعيه اخرى به لاكسيون هي اكسيون رونتري بور توس العوده المدرسيه للجميع احنا نسقنا مع جمعيه كلها ديجا جمعيه كلوب ليون يابوليس باش نحاولوا نوفروا معناها اكثر ما يمكن من المعدات المدرسيه اللي فيها كراتب كتب وكرارت وفورنيتور سكولي ان شاء الله احنا تو بنيناها من عندنا تقريبا اربع ايام معناها قاعده الفوج والمنخرطين في فوج دار شعبان الفهري واللي مومبر والمنخرطين في كلوب ليون يابوليس متفرقين على مكتبات اغلب مكتبات نابل مدينه نابل واغلب مكتبات مدينه دار شعبان الفهري دونك احنا وحدنا الجهود نتاعنا زوج جمعيات باش نخدموا نفس الهدف انه نوفروا اكثر ما يمكن من المعدات هذه باش كما قالت مدام ثريا نحاولوا منها صغيرات هذوما المحتاجين يحسوا اللي عندهم نفس الحظوظ بارابور للصغيرات الاخرين. دكتور هيثم صباح الخير. صباح الفل صباح النور. كما كنت نحكي مع دكتوره نجوى اسكو ما توقعت تنسيق في هال نحبش نقول إعانات هنا هالتشجيع هذا الصغيرات بور لا رونتري سكولير وقعد تنسيق متى باش متى كل واحد منكم يتكفل بمجموعه معينه من العائلات ولا من الاطفال ولا في المدارس متى كيفاش تم التنسيق ما بيناتكم وانتم تخدموا في نفس التيران اللي هو مدينه دار شعبان. هو ان فيت التنسيق ما بيناتنا صار حتى معناها مع السلطات المحليه مع منظمة دار شعبان ومع بقيه الجمعيات احنا حضرنا في ثلاث اجتماعات متتاليه مع الجمعيات نتاع دار شعبان الفهري استعدادا للعوده وكلوب ليونيابوليس زاد مش يكون مساهم زاد في الهدايا هذه للصغيرات يعني نقول هدايا للصغيرات باش تشجعهم على العلم في مدينه نابل خاطر هما زاد عندهم تنسيق مباشر مع وزارة التربية بعثت لهم وزارة التربية معناها أعداد وأعداد الأطفال المحتاجين حسب المدارس في مدينة دار شعبان وفي مدينة نابل. باهي دكتور فما أبار معناتها التشجيع للصغيرات بالفورنيتور سكولير فما أكسيون هذول يتعملوا فيها في مدرسة في دار شعبان. إي تري امبورتونت. بالنسبة أبار لفورنيتور أون سو كونسونتر على مدرسة نشوفوها في وضعية كارثية ما تليقش بتونس
2018. هي مدرسة النزهة بدار شعبان فهري اللي جاية معناها انشوفوشمون ما بين مدينة دار شعبان نابل ودار شعبان مدينة نابل. اي المنطقة هذه وضعيتها معناها نقول انا يمكن اتعف من وضعية مدارس ريفية على خاطر هي ما تنجمش تاخو تتحصل على الامتيازات نتاع المدارس الريفية بما انها هي في وسط البلاد. دونك المدرسة هذه فما امتيازات للمدارس الريفية؟ والله ما فماش يعني نقول لك انا نقول لك ما فما حتى امتيازات. راهو انت حاطط عينك شوف انت حاطط عينك على عمرون راهو ماشي امتيازات عندهاش امتيازات عندها امتيازات اخرى خير من بلاش لا والله لا ما فماش امتيازات انا نحكيو ما فماش امتيازات للمدارس الصيفيه ما فما حتى امتيازات ماذا هي مدرسه عموميه كيفها كيف الاخرين مجهودات تختلف من مدرسه الى اخرى الناس اللي يخدموا فيها كمديرين وإطار تربوي هذاك اللي يخلي المدرسة تكون في أحسن حال من مدرسة أخرى. أما معناها أنا مدام ثريا قصدي بما معناها الناس ديما في الذهنية نتاعها في الريف أي مدرسة ريفية تحتاج الريف ديما نتوجه له خاطر هو بعيد خاطر هو أنقذ فيه محتاجين أكثر صحيح وبارفوانا نتاو اللي يمكن في وسط البلاد بحدينا بالضبط ثم مدرسة تشكو توتافي فغي المدرسة كل كيف كيف بور المدرسة هذه احنا فما جمعيات قاعدة دخلت قبل على البروك سانيتير واحنا مش نواصلوا في نفس المجهود خطر المدرسة هادية البريوريتي نتاعها الأول البريوريتي هي حمايتها مخترقة. المدرسة هادية قاعدين فما تتعرض للسرقة يدخلوها يخربوها يعتديوا عليها ياخذوا حتى السبيب البروك سانيتاري يكسروا ودونك الحماية نتاع المدرسة هادية من الأولويات. احنا انسو كونسونتر تويكا عن تسييج معناها بالحديد فما شبيب كلهم مكسرين ترنير منصر الصرف مش نحاولوا نعليه في السور باش نحيوا المدرسه كيف بالنسبه للامور التعليميه البيداغوجيك فما نقص كبير معناها ما فيهاش معناها حواسيب فونكسيونيل تخدم ما فيهاش مكتبه فيها ساحه صغيرات كي يخرجوا فيها معناها ماهيش مهيئه تماما دونك ينجموا يتيحوا دونك فيها برشا احتياجات نظن اني الوزاره غير قادره على توفيرها الكل نمط تصريع وحسب السرعة المطلوبة. دونك المجتمع المدني احنا حاسين بالوضعية ونحاولوا نتوجه الناس اللي يحبوا يعملوا الخير اللي يحبوا ينقذوا المدرسة العمومية اللي هي نشوفوا فيها الكل اللي انتخان دو سيزيقرا دي كيفة كبيرة ياتر كما حالها حال المستشفى. دونك العمومي المدرسة العمومية اللي ربيتنا اللي قرينا فيها اللي اجتهدنا وخرجنا منها اطباء والمهندسين وكل اصناف المجتمع يظهر لي قرات في المدرسة العمومية لقات الرعاية المطلوبة تو المدرسة العمومية يزمنا نكفوها بالإمكانيات الكل كسوة الدولة كسوة المجتمع المدني بالتعاون باش نحاولوا نوفروا للصغيرات هذوما نفس الحظوظ باش ما يحسوش معناها بالوجيعة هذيك انه انا شبيني شبي مدرستي هكا شبي مدرستي ماهيش مزيانة شبي مدرستي مش جميلة حتى تولي عندهم الرغبة في الخروج منها وفي الخروج حتى بعد كي يكبروا حتى ما يحبوش يقراوي ولي يقرقوا من القرايسي. هيثم نختم وجودك معنا عبر الهاتف على امواج كابي فيم باش نسالوك على خوف تونس من مرض الكوليرا شنو تنصح الاولياء كيفاش يحافظوا على اولادهم كيفاش يوصي اولادهم على النظافه في المدرسه ونظافتهم هما زاده باش نتفاداو المرض هذا. هو المرض هذا الحمد لله معناها ما شاهدتوش تونس الى حد اللحظه. الحمله الاعلاميه هذه اللي صارت والبلاغ من وزاره الصحه الهدف نتاعو التوعيه باش ما تصيرش حالات الكوليرا. الباب الاساس نتاع الوقايه من المرض هذا هو النظافه هو ليجين دو في. اهم حاجه نبداو بها هي غسل اليدين بالصابون معناها الصابون كسوا حتى الصابون الاخضر اذا ناش امكانيات باش نشريو صابون معناها انتيسبتيك معناها معقم. يلزمنا صابون للمدارس دكتور هيث نعملوا حمله زي قالوا مندوب المندوب الجهوي للتعليم اليوم قال انه باش يخصوا باش يعملوا دي سافون معناتها باش يخصوهم للمدارس ان شاء الله باش يحاولوا حتى كان هما ما خلطوش احنا نعاونوهم دكتور يجيبوا الكميه اللازمه
المجتمع المدني حاضر. دونك العدوى هي تنتقل معناها بالايدي باللسان معناها حاشيكم. دونك لازم التواليتات تكون نظيفه, تكون فيها تعقيم, استعمال الجفال, استعمال الماء. بالنسبه للمأكولات لازمها خاصه الخضروات والغلال لازمهم يتغسلوا, ما فيها معناها مكيتين جفال. دونك هذوما الحاجات الرئيسيه باش ما تصيرش العدوى. كيف كيف يظل فما مريض والا فما انسان معناها عنده معناها ظواهر ينجم يكون كوليرا, بالطبيعه لازم يتصل باقرب مركز صحي. خاصه البازيه ما تختلفش كثير على معناها اللي شهدناه الجسترونتيريت العاديه, معناها الاسهال العادي اللي جينا كل عام. هو خاصه معناها الاساس هو التغذيه بالماء والاملاح, معناها لازمنا نشربوا الانسان المريض الماء والاملاح. وبالطبيعه اذا يقعد عنده تقيؤ وردين متواصل وقتها نتعداو للتغذيه, وقتها نجيوك للمستشفى. شكرا لك سي هيثم بشروش, يعيشك. شكرا لك سي هيثم بشروش, رئيس قسم الأطفال مستشفى محمد الثالث. خليكم برانشي على كاب اف ام. كاب اف ام الكلمة ليك.